السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بالخير متابعينا ومشاهدينا الكرام، معكم المهندس ياسين. طبعا اليوم احنا بنريح شوي من موضوع طبعا كورس حساب الأحمال الحرارية عندنا. طبعا هذا المشروع، أهلا وسهلا يا مرحبا، عندنا هذا المشروع طبعا نتكلم عن الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لنا حاليا. احنا مشروع جديد طبعا، عبارة عن فيلا سكنية صغيرة، ولكن المشكلة الأساسية المتكررة للأسف هي عملية التأسيس لتمرير بايبات الغاز. للأسف طبعا أيضا ما بيتم الاهتمام فيها من قبل المكاتب الاستشارية بالمطلق، ويتم تصميم يعني الطوابق وتصميم الديزاينات والاهتمام في كل الأمور. أما موضوع تأسيس لموضوع التكييف وكيف إحنا راح نمرر بايبات الغاز، هذا الأمر يعني غير موجود على جدول أعمال أي مكتب استشاري للأسف. لذلك إحنا أحيانا منواجه في بعض المشاريع، وخاصة في بعض المشاريع الصغيرة وتكون، ولكن للأسف عملية أنك أنت تشتغل بالطريقة اللي أنت مقتنع أنها الطريقة الصحيحة بيكون في شيء كبير من الصعوبة. وحاليا المشكلة الأساسية أيضا هي عملية يعني تجميع وحدات التكييف الخارجية، وعملية رفض يعني تواجد الوحدات الخارجية في أماكنها الطبيعية. فبالتالي عم بتصير هاي الإشكاليات للأسف، واحد بيهتم بعواقب هذا الأمر، واللي هو إحنا بنأكد على أنه الموضوع الفني في حال ما كان اللي بيصمم طبعا عنده خبرة فنية أو بعرفة بطرق العمل وتطبيق الأعمال في المواقع، أكيد ما راح يكون الموضوع مهم بالنسبة له. نعم، المشكلة يعني مثل ما عم تذكر، يعني حاليا أنا عندي هذا المشروع، إحنا مطلوب مننا طبعا نركب السليفات مثلا غدا إن شاء الله. للأسف عندنا هون الفيلا عبارة عن يعني طابقين وروف، ومطلوب في معظم الأحيان تكون المكيفات على سقف الروف. هذا الأمر طبعا تطبيقه على أرض الواقع مثل ما بيعرفوا الفنيين، احنا من وجهة نظرنا للأسف صرنا نشتغل في عمليات دفن البايبات، الأشياء اللي احنا مش مقتنعين فيها، ولكن بنحاول احنا من خلال ما شايفين يعني نبذل جهدنا في دراسة المخطط يعني الطريقة الصحيحة، على أساس نحاول نبعد عن عمليات دفن بايبات الغاز قدر الإمكان. يعني بأسوأ الحالات أنه يتم تمرير بايبات الغاز داخليا ضمن أعمال الجبس والديكور، وما يتم دفنها على الأسقف الخارجية أو تحت البلاط أو تحت العزل. يعني أحيانا بتكون المصيبة أخف في حال يعني ما تم دفن البايبات تحت العزل وتحت أيضا البلاط وعمليات اللحام المخفي أيضا. هاي كلياتها أعمال فنية خاطئة للأسف، يعني صار مقاول التكييف مجبور أنه يشتغل بهذه الطريقة، حتى لو كان هو طبعا ضد هذا العمل، ولكن أنا هذا المثال الموجود عندي حاليا هذا المشروع، يعني أنا انجبرت أني أشتغل بطريقة خاطئة للأسف. إحنا طبعا هذا المشروع بنشتغل إحنا مع المقاول الرئيسي في هذه المشاريع، لذلك مثل ما شفتوا أنا هاي الخطوط كلها عاملها على أساس نشوف موضوع الأكسات، ونشوف موضوع مرور أو صعود الجدران اللي إحنا بنقدر نركب فيها أسليفات. ما عندي أنا رايزرات يعني بتخدم حتى العمل في هذا المشروع، بالتالي إحنا رح نركب سليفات، ولكن هذه السليفات رح تكون بعيدة قدر الإمكان يعني عن أماكن تواجد الوحدات الداخلية. هذا المشروع عبارة عن تكييف سبلت دكت الكونسيلد، عدا هذا المطبخ أو قسم الخدمات رح يكون عبارة عن تكييف سبلت يونت. أيضا هون حاولنا أنه تكون يعني تواجد القواعد الخارجية على الأطراف،
على أساس إنه إحنا يعني هاي الطلبات حاليا صارت إنه أنا ما بدي وحدات خارجية موزعة أو مبعثرة على كامل السطح، فإحنا بنحاول قدر الإمكان يعني بأقل الضرر، بحيث إحنا نشتغل ونركب بايبات الغاز بطريقة صحيحة ونبعد عن هذه المشاكل اللي بتصير معنا. لذلك مثل ما شايفين هون احنا حددنا، بالنسبة هون عندي التكييف عبارة عن تكييف سبلت يونت، فبالتالي حددنا أماكن تركيب السليفات، يعني هون العامل بكرة راح ياخذ المقاس من العمود، وحددنا هذه الدائرة. طبعا الدائرة هون مقاسها احنا عاملينه كبير على أساس تكون واضحة بالنسبة للفني اللي راح أقوم بعملية التركيب، وإلا هي يعني مقاس الجدار 20 سنتي، ومقاس السليف بيكون عندي 63 ملم، يعني تقريبا 6 سنتي، فبيكون مقاسه صغير. ولكن للتوضيح إحنا ولسهولة العمل بيتم تكبير طبعا هذه الصورة خلال عملية الرسم ووضع البعد من أقرب عمود، على أساس يقوم العامل بأخذ المقاسات وتركيب السليف داخل طبعا بين الحديد اللي موجود معنا هون. نفس الشيء هون عندنا احنا المكيف الاخر، وايضا في عندنا احيانا بيكون في جدران مثل ما شايفين، يعني هاي الجدران ما بتكون بتكون سماكتها 10 سنتي، فيعني المكيف عندنا هون 1.5 طن، فما في مشكلة، لانه احنا عندنا الواجهة الامامية هون عبارة عن واجهة زجاجية في الطابق الأول مثل ما شايفين هون، فإحنا راح نضيف مبدئيا سليف في هذا المكان احتياطيا. ودائما عملية إنه أنت تضيف طبعا عدد من السليفات كسبير موجود معك بفيد كثيرا في عمليات طبعا التركيب، وأيضا إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل اللي ممكن تصير معك. لذلك احنا هون راح نركب ايضا سليف احتياط، طبعا عملية تركيب السليفات امر احنا دائما بنأكد عليه في كل المشاريع، وللأسف المشاريع اللي ما بيتم فيها تركيب السليفات راح تواجه فيها مشاكل كثير، وراح يضطر مقاول التكييف يشتغل بطريقة خاطئة وأيضا يمرر مواسير النحاس بطريقة خاطئة تماما. لذلك خاصة المكيفات اللي هي بتكون تكييف طبعا السبلت يونت، يعني عملية دفن البايبات ضمن الجدران، وأيضا عملية يعني تمريرها ضمن الغرف وضمن الجبس، هذا الأمر أمر خاطئ تماما، ولكن مثل ما قلنا احنا بنصور وبنشرح، ولكن ما في تعاون من قبل المكاتب الاستشارية، للأسف ما في اهتمام بهذا الموضوع إطلاقا. لذلك معظم المشاريع بتشوف انه بيتم تمرير مواسير النحاس من تحت الحجر، بيتم تمرير مواسير النحاس من أماكن يعني بتكون للأسف يعني مركبة بطريقة خاطئة، وكل هاي الأمور بتؤدي إلى مشاكل طبعا بعد عمليات التشغيل، وبيتفاجأ مالك المشروع إنه والله مركبين له بايب الغاز مررينه من غرف مررينه من جدران، لما يصير في عنده أي عطل في المستقبل. لذلك إحنا دائما بنطلع وبنأكد وبنقول إنه يعني لازم يكون في تعاون من قبل الجميع في هذا الموضوع.